أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. قوات النظام تستهدف بقذائف المدفعية بلدات فطيرة وبنين بريف إدلب الجنوبي والديل والوساطة غربية حلب وخربة الناقوس بريف حماة. صحيفة إسرائيل اليوم تحذر من احتمالية وقوع صدام غير مرغوب فيه بين إسرائيل وروسيا نتيجة الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لإيران وميليشياتها في سوريا. رئيس أساقفة حلب جورج المصري يحذر من انهيار الوضع الصحي في سوريا ويصفه بالمأساوي بعد تفشي مرض الكوليرا ونقص الأدوية والتدمير العام للمستشفيات والعيادات. صحيفة الجارديان تقول إن روسيا زودت القوات الإيرانية في سوريا بأسلحة أوروبية وأمريكية إضافة إلى مبالغ مالية مقابل تزويد طهران لموسكو بطائرات مسيرة في أوكرانيا. الخارجية الألمانية تعلن رفض دعوة المقررة الخاصة للأمم المتحدة ألينا دوهان لرفع العقوبات عن نظام الأسد مؤكدة أن النظام يواصل شن حرب وحشية ضد الشعب السوري. الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للجولان السوري ووقف الأنشطة الاستيطانية.